قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيات الحوثيين في غارات شنتها قوات التحالف العربي استهدفت عربات عسكرية صباح اليوم على بلدتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة وسط اليمن. وفي مأرب أغارت طائرات التحالف على مواقع للمتمردين، واستهدفت الغارات مواقعهم التي تشهد معارك شرسة بين المتمردين والقوات الشرعية، حيث تسعى الأخيرة للوصول إلى العاصمة صنعاء. قد وصلت إلى مأرب قبل أيام تعزيزات عسكرية برية من التحالف لدعم القوات الشرعية في طريقها للعاصمة. ومن جهة أخرى، أعادت طائرات التحالف قصف مواقع وتجمعات للمتمردين الحوثيين وقوات صالح في تعز جنوبي اليمن.